يقول: هل المسائل التي في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تنسب إليه أم لا؟ بلا شك، بلا شك أنها من كلامه رحمه الله، وهو استنبطها من النصوص، هي فقه الباب، هذه المسائل هي فقه الباب، وهي من عمله رحمه الله، وفيها علم غزير، تعرف ما في الباب من فقه ومسائل بواسطتها. نعم.